وانت بتتكلمي اخت كاثرين، يعني وجهني الرب للآية اللي اقتبستيها، اللي لما الرب تكلم مع الملك حزقية عندما بكى، لكن جواب الرب كان له في ملوك الثاني إصحاح 20 والآية 5. وبعتقد أنه هذا وعد يمكن البعض عم بشاهدنا في هاي اللحظات. هذا الوعد: قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أشفيك وأزيد على أيامك.